الاخبار عاملين ايه؟ تمام حلو قوي. طيب الطبيعي جدا ان انا مفروض ان انا اقوم بتعريف كل شخص منكم، لكن انا شايف البوتنشال الكبير قوي قوي اللي فيكم، وال يعني نقول الاكسبيرينس والنوليدج الكبيره قوي اللي عندكم، فانا ما بحبش الليمت قوي الحته بان انا انتروديوس شخص واعرفه بحاجات معينه انا بس اللي عارفها، فبحب دايما ادي المجال الاول للجست هو اللي يعرف نفسه عشان يدي الفول بوتنشال والفيجن بتاعته والباور بتاعه او الانرجي بتاعته في الانترودكشن. فانا هكتفي بان انا اقول ان انا مودة، تمام. انا يوزولي كنت هوست السوشيال ريفر، ده كان بلاتفورم بتاعي زمان كنت بشتغل عليه، ان انا بهوست توكس وايفنتس كتيره مع 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 اركتكتس سواء من مصر او من بره مصر. بشتغل حاجات كتيره قوي، منها ريسيت ديفلوبمنت، منها الانتيريو ديزاين، شويه حاجات تشاريتي، شويه حاجات فولنتيرنج، اند ذاتس ات. احب اعرف عنكم اكتر. اتفضل ميرو. هاي، انا محمد حازم. I'm the owner of Miro Architects. احنا مكتبنا موجود في مصر وفي لندن وفي دبي. First of all, I'm really happy to be here and مبسوط قوي ان انا اكون معاكم النهارده ونتكلم شويه عن الحاجات اللي احنا عملناها. I want to talk about المرحله اللي بنتحرك منها من الدراسه لل شغل actually الموضوع انك تبقى في مكتب معماري in the field in general, whether you're a designer or a technical office or whatever. I just want to talk about this transition and عايز اتكلم عن how design affects humanity in general يعني. هاي يا جماعة، انا عمر خالد، founder and CEO Riffins. احنا شركة contracting فيت اوت، بنشتغل في كل المشاريع المالتي ناشونال، المشاريع اللوكال، بنشتغل مع انديفيديوالز، مع ديزاينرز. حابين النهارده نتكلم شويه على المانجمنت وعلى الكونستراكشن اكتر وعلى الفاين فينيشنج يعني. طيب ناس كتيره هتسال ايه علاقه الموضوعين ببعض، ازاي اركتكتشر افكت هابينس والمانجمنت والكونستراكشن. النهارده الربط هيكون شويه صعبه، بس احنا جايين مذاكرين سربرايزنجلي. تخيل. تخيل. طيب هبتدي الاول مع ميرو واساله سؤال. دلوقتي انت قلت ان الاركتكتشر والديزاين نفسه بيأثر على الهيومانيتي وبيكرييت هابي بليسز، صح؟ ايه الفلسفه اللي انت بتتبعها عشان تقدر توصل للميكس ده، الميكس ما بين الاركتكتشر والهابينس وفي نفس الوقت ان هو يبقى بيامباكت الهيومانيتي از ا جنرال؟ انا عايز ابتدي في الاول خالص بالايديا ازاي الموضوع اصلا وصل لي حتى وانا طالب في الجامعه. يعني فاكر كان يوم كنت دي قصه ظريفه قوي، يعني اي ثينك ات واز ا تشينجينج بوينت في حياتي. كنت بقدم مشروع في سنه ثانيه وكنت عامل مشروع وحش قوي يعني. وكان في دكتور في الجامعه عندنا اسمه ديفيد باس، وكان معروف بقى ان هو دكتور عنده فيرم كبير، و وي اول يعني كنا بنسمع ديفيد باس دي كنا بنبقى عايزين قوي نتكلم معاه ونتعرف عليه اكتر. بس فبالصدفه كان ديفيد باس قاعد بيكريتيك شغلنا ومقدم المشروع بتاعي وابتدى يكريتيك المشروع، وقال لي في النص، قال لي انت مصري؟ انا كنت الكلام ده كان في انجلترا. تمام. بس فابتدى ينتقد شغلي وقعد يقول لي انت ليه عاملها بالطريقه دي، وقعد ابتدى يعني ينتقد ليه السبب اللي انا خلقت المبنى اللي انا عملته بالطريقه دي. وانا كان كل تفكيري رايح في حته ان انا عايز اخلق مبنى شكله حلو، عايز اخلق forms that are interesting. It was all about that in the beginning بالنسبه لي يعني. المهم خلصنا، قعد ينتقد شغلي جدا. بعد كده قال لي بتشرب سجاير؟ قلت له قال لي تعالى نطلع بره نشرب سيجاره. طلعنا بره، فسالني قال لي انت قريت كتاب عماره يعقوبيان؟ فانا استغربت الاول ان هو اصلا يعرف حاجه زي كده يعني، فقلت له لا بس شفت الفيلم يعني. فراح قال لي شفت ازاي في ناس كتيرة متجمعة كل واحد حياته مختلفة جدا عن بعض ومتجمعين في مبنى واحد، وازاي دوت
خلق حياة معينة within a certain building. قال لي المبنى مش هو الاركيتكتشر، حياة الناس اللي اتخلقت جوه دي هي الاركيتكتشر. This is how you should think of architecture to start with. ودوت طبعا بيبقى ليه عامل انفلونس رهيب على الديزاين بتاعك لما تبتدي تعرف ان انت you're designing for humans and each human is very different than the other and how you want them to use a certain space and interact within a certain space and even انك تتخيل ايه الاوضاع اللي ممكن يعيشوها من خلال المبنى دوت. فانت ايه اللي انت محتاج تعمله whether بقى it's planning a city مبنى اوضة كل دوت بيبقى ليه تفاعلات كتيرة قوي على الشخص اللي بيستخدم المكان دوت. فردا على سؤالك يعني الموضوع بالنسبة لي ان انت when designing a space it's so important to understand who you're designing for او يبقى عندك end goal عايز توصل له. انا I'm designing the space for a certain reason. I want people who interact في المكان دوت عايزهم يبقوا سعداء. ازاي يبقوا سعداء دي بقى هتانفلونس كل حاجة وانت بتديزاين ات. So I think this is a very important stage to start designing from. ان انت تعرف اليوزر بتاعك وبيست على دوت تبتدي تشوف ازاي تقدر تخلي اليوزر دوت تأفكت his life in the best way possible. عظيم. طيب من نفس المنطلق يا عمر ازاي as a contractor انت بتcontribute في نفس الفيجن بتاعت ان احنا نخلق زي الفوليوم او الميديم اللي الناس جوه بتinteract معاه بس في نفس الوقت ان هو بيكرييت الفيلينج بتاع الهابينس او كمان المعيشة بتاعتهم. يعني هما ازاي انت ككونتراكتور بتبص على الموضوع ده؟ يعني هو احنا دايما في حتة الكونستراكشن بنشوف النيد بتاعت كل سيجمنت انت هتشتغل عليه. يعني لو حتى بنتكلم على كاميو حاجة زي عمارة يعقوبيان او بيلدينج في اكتر من كاتيجوري للناس. طب تعالى كده نبدل ممكن يبطل في 10 ماشي يلا بينا. بيلدينج في اكتر من سيجمنت للناس فكل واحد ليه نيدز غير التاني. فازاي ازاي انت تقدر تنفذ له الكواليتي اوف لايف حتى في كل سيجمنت ان هو يبقى عنده نيدز بتاعته متحققه. في حد لوكسري جدا في نفس البيلدينج وفي حد لا يعني النيدز بتاعته اقل من كده بس انت بتدي له كل واحد فيهم فاين فينيشنج تمام. تبدا تدي له السورس اللي هو محتاجه الـ على قد امكانياته تمام. زي بالظبط دلوقتي فكره ان انت بتحول التوجه العام ان انت بتحول البلد كلها لكومباوندز عشان خاطر توفر على نفسك حاجات كتير منها الامن منها النيدز بتاعتك جوه. وحتى اي مكان هو فيه حاجات سكيل كبير قوي سكيل صغير قوي النيدز بتاع ده غير النيدز بتاع ده بس ده انا شايفه يعني. طيب من نفس المبدا برضو هفضل معاك يا عمر بس على سؤال صغير. طب ايه التشالنجز اللي بتقابلك during adapting لي النيدز بتاعت كل individual وانت شغال جوه 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 ميديوم واحد كبير؟ يعني انت كنت بتقول ان مثلا في العماره الواحده زي عماره يعقوبيان كان في مثلا ديفرنت يوزرز فانت بتكيتر لكل نيد. ايه التشالنجز ممكن تقابلك از كونتراكتور في الجزء ده وهاو دو يو مانج ات؟ يعني في كونستراكشن الموضوع مش يعني مش 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 بيفولو قوي الحته دي على قد ما هو بيفولو السيركيليشن بتاع الديزاينرز لكل فراغ. ازاي انت هتحقق الحاجات دي جوه مظبوط مش اكتر من كده. يعني ككونستراكشن مش محتاجين حاجه تانية غير كده. تمام عظيم. طيب انا هرجع لميرو. كنت حابب اسالك على لو النهارده هسالك على الايدنتيفيكيشن او اللي هي الايدنتيتي بتاعت ميرو في الديزاين النهارده كرييتنج الهابي بليسز ديت او الكيترينج فور ايتش اند انديفيدوال كلاينت من الكلاينتس اللي بيجوا لك وذر كوميرشال او ريزيدنشال تمام. ازاي حضرتك بتقدر تايدنتيفاي انا النهارده انا قدرت ان انا امسك النيد بتاعه الشخص ده اللي انا هقدر ابيلد عليها المشروع كتوتل واللي منها اقدر ان انا اطلع المشروع واحط عليه كمان النو هاو بتاع ميرو اركتكتس في المشروع. البروسيس دي شكلها عامل ازاي؟ يعني انا ممكن احكي لك على بروسيس مثلا مطعم عملناه ليتشي. احنا برضه عاملين ليتشي هنا ليتشي بتاع سيشل. ليتشي بتاع سيشل لما خدنا البروجكت دوت كان البروجكت محطوط في نص البحر وراه الكباين
فا it's obstructing the view بتاع الناس. فا first of all لو احنا بنعمل المكان دوت كانت اول طاط عندنا ازاي المكان دوت ما يأذيش بقيه اليوزرز اللي اوريدي بيستخدموا المكان دوت. فابتدينا بالباك فساد بتاع يعني again sorry let's go back برضو a step. فاحنا عايزين نشوف اول حاجه ازاي we don't مش عايزين نبوظ الفيوز للناس اللي قاعده ورا دي, وفي نفس الوقت عايزين اليوزر اللي هيستخدم السبيس دي we want him to feel happy. And at the end of the day اكتر حاجه احنا بنشوفها لليوزر يعني الانسان طبيعي لما بيبقى قدام بحر ولا حاجه بيبقى مبسوط جدا ان هو عينه مش مكسوره. يعني a lot of people don't understand why they love the beach so much, بس هو at the end of the day there's certain colors that are used. سبحان الله ازرق بدرجاته العين ما فيش obstruction ليها. And this is how you should design your spaces in general. مهم قوي ان انا when you see these louvers هنا and you can see through them انت عينك is not obstructed even though you're enclosed within a certain space, so you can have that privacy and be able to understand المكان اللي احنا فيه. بس at the end of the day it's so important ان انت you don't obstruct the views. فرحنا ابتدينا لما ابتدينا بليتشي بتاع سيشل عملنا الباك فساد بتاعه خشب وكله فيزبل, عمالين نوسع البورز بتاعت الخشب عشان نقدر نوري فيزبيليتي للناس اللي قاعده على الكباين. بعد كده لقينا ان احنا محتاجين نحط اللايتنج, فكان عندنا اتنين زي شاندليرز كبار ورحنا ملونينهم بنفس درجات البحر. سو وان يو سي ات عينك برضو از نوت ابستراكتد, انت اكنك لما تبص هتلاقي المايه واللايتنج فيكسشر دي واخده نفس درجات التونز بتاعت المايه. So again ده هو دوت اللي influenced our design, ان احنا كنا عمالين نفكر how to make these people happy within the space, how to not obstruct the people who are not using the space. ما انا برضه مش عشان اعمل مكان حلو هاذي الناس اللي حواليه. في السيتنج مثلا كنا عايزين الناس ما تبقى هي قاعده على بحر, وانت قاعد على بحر لذيذ قوي ان انت يبقى الرمله حواليك وكده. فروحنا فتحنا السيتنج في المكان وخليناه جوه الرمله. So you're within the space, you're interacting, you're feeling the sand, وشايف البحر وشايف اللايت فيكشر that's not obstructing ال visuals بتاعتك. And ده وصلنا ان احنا نديزاين المكان بالشكل اللي هو طلع بيه. So this was our brief, يعني this is what created our brief. طيب نفس السؤال برضو هستك معاك هنا فيه, خليني اسألك على ايه اكبر تشالنج قبلك during the design process انت فاكره مثلا في مشروع, يعني مثلا في مشروع كان فعلا يعني حطك في تشالنج كبير قوي, وازاي did you overcome challenge زي ده؟ يعني انت النهارده قلت لنا مثلا كان الكونتكست واحد من التشالنجز في ليتشي مثلا. The second was ازاي ان انا اقدر اخلي الناس تinteract مع كل الكونتكست الموجود whether sand او ميه او الشمس نفسها, وازاي ان هو يبقى جوه المكان مش بيعيق الرؤيه مثلا. ايه تشالنج كبير انت حسيت واو ده كان فعلا تشالنج وانا قدرت اعديه وكان مختلف جدا في مشروع معين؟ I think ده كان اول مشروع لينا actually في دبي. ده كان الهيد اوفيس بتاعت Abercrombie & Fitch في المنطقه الصناعيه الحره بتاعت دبي جبل علي. First of all كان الكريكولم ان كنا لازم نلتزم بقواعد صناعيه, كان هو الكود بتاع الصناعه, وفي نفس الوقت ليه عدد يوزرز معينه, وكان he did not want to invest too much in the MEP. In MEP in general طبعا وعمر رياضه يقول لنا ده it's هي دي من الحاجات اللي very costly in any project. فا اول حاجه خلاص خدنا البروجكت ابتدينا نبص على الكود اللي موجود, لقينا ان الكود صعب قوي ان احنا نعلى عن ارتفاع معين, لازم كله كان يتعمل على one floor. ف one floor على ارض 4000 متر هيبقى موضوع circulating from one space to the other is gonna be a problem. And then you have departments, الديبارتمنتس دي كلها لازم تتعاون مع بعض عشان يدوا منتج. يعني في الاول انا فاكر البريف كانت الشركه كان بيعرضوا علينا الريفينيوز بتاعت الشركه, فكانت الشركه بتعمل 700 مليون دولار وكان عايزين السنه اللي بعديها تعمل مليار. فكان ذا واي اللي هم دي اتاكت الايديا دي ان هم كانوا دي نيدد ان الديبارتمنتس بتاعتهم يبقى في فلو في الشغل
اوضح عشان يقدروا يوصلوا للستبس اللي هم عايزين يوصلوا لها اسرع. فده كان عائق بالنسبه لنا كبير جدا. Again, the MEP having people coordinate together and be able to put different departments together within a certain space, ونشوف ايه الديبارتمنت اللي بتتعامل مع الديبارتمنت الثانيه اكتر. So we had to interview each and every department within the company. So creating this brief, and وطبعا هناك الشمس رهيبه, فالام اي بي كان محتاجين نكيف المكان كويس, فابتدينا نخلق شيدنج ديفايسز. اي ثينك لما هنوري البورتفوليو هقدر اشرحه اكتر على المبنى معمول ازاي. طيب هروح لنفس السؤال مع عمر. ديورينج الشغل قبل كده وانت كنت قلت لنا ان في تشالنجز كتيره بتقابلك كل مشروع, طب ايه طيب التشالنجز او ايه شكل التشالنجز اللي بتقابلك وازاي يو اوفركم التشالنجز ديت تو كرييت السبيس اسبيريت بريف. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في البروجكت, انا اتكلمت معاك فيه, كنا بنعمل شوروم لبراند لايتنج كبير يعني معروف, هو كان مساحته حوالي 1100 متر, هو كان عنده مكان اكزيستنج فعايز يمرج مكان تاني ومكان كمان في الدور اللي فوق, والراجل مش عايز يقفل الشو يوم بتاعه خالص وعايز يعمله انوفيشن. فبدأنا نمسك البروجكت ونشوف هنربط ازاي الموضوع ده كله بعضه بحيث ان انت المحل ما يقفلش خالص. فطبعا كان في حاجه كومن بين المشروع كله وبعضه, واحنا كنا كنت قلت لي قبل كده السلم بالظبط. فاحنا اشتغلنا اول حاجه على السلم, ازاي ان احنا نحل السلم نفسه الاول بحيث ان هو بقى اول ستيب عندنا نخلصها, بعد كده نبدا نربط بيه المكان الموجود ومكان الاكستنشن, وبعد كده خلصنا الفيز اللي فوق, بعد كده ربطناها بالسلم, بعد كده ربطناها بالجزء اللي كان شغال, وبعد كده ربطناها بالجزء الاكستنشن, فبقى البروجكت ما قفلش خالص وفعلا حققنا اللي الراجل هو عايزه. ده كان تشالنج كبير جدا, انت ازاي تشتغل على المشروع من غير ما يقفل خالص. دي من الحاجات الصعبه اللي بتقابل اي حد. هايل. طيب لو هسالك على البدايه, خلينا نرجع شويه لورا ونسال على البدايه. وانت اتخرجت من الجامعه, ايه اول حاجه جات لك وكنت بتفكر ازاي, طب انا هبتدي ازاي شغلي, طب انا هعمل ده ازاي, من فين اول خطوه؟ بص, كان دايما في حلم لكل الناس وهي في الجامعه, كل الناس نفسها تطلع ديزاينرز. كل الناس يعني اي حد في اي دفعه كله نفسه يطلع ديزاينر. معلش يعني اوكي, فهو كله عايز يطلع ديزاينر. هو قال لنا قبل كده دكتور في الجامعه ان اي دفعه هيطلع منها واحد او اثنين ماكسيمم, مش اكتر من كده, وده اللي حصل يمكن في الدفعه بتاعتنا يعني. فاتخرجت وكله اشتغل ديزاينر يعني, كله اشتغل يا اما انتيريور يا اما ديزاينر. كان زمان اصلا يعني على دفعتي واحنا بنتخرج, احنا دفعه 2008, ما كانش موضوع ان انت يبقى عندك ديزاينرز مصريين مشهورين, سوشيال ميديا ما كانتش موجوده, فكان كله بيشتغل على ديزاينرز من بره اصلا, اغلبيه الميجا بروجكتس كلها من بره. فانت بتضطر تشتغل تحت امبريلا يا اما استشاريين يا اما ناس من جوه لبره يعني كونكتد. اشتغلت سنتين, وبعد ما اشتغلت سنتين حسيت ان انا لا مش هوصل لحاجه, ومش لازم اطلع ديزاينر, ممكن اتشينج خالص. فاشتغلت كونستراكشن في شركه ميجا كومبري يعني, اشتغلنا على مشروع كبير قوي, كان اول مشروع لاعمار في مصر. بعد كده خلصت المشروع وطلبوا مني ان انا اتنقل في مشروع تاني في شرم الشيخ, قلت لا مش هروح بعيد. بس اشتغلت لوحدي من 2011, اشتغلت لوحدي سنتين, ما اتعلمتش كتير في الاخر, كان لازم اتعلم في مكان, مش عارف اتعلم كونستراكشن برضه كل حاجه طيب موضوع صعب. فكان لازم اشتغل في مكان اخد فيه اكسبيرينس اكتر. كل ما هتجين اكسبيرينس اكتر كل ما يكون عندك ماسلز اكتر, كل ما تبدا تتعلم احسن. فاشتغلت 5 سنين في مكان لحد ما كونت نوليدج اكتر ومان باور اكتر وتيمز اكبر. بعد كده ابتديت بقى اكريت الشركه بتاعتي وبدات اشتغلت فيها من 2018. بعد كده بقى ابتديت اشتغل بقى على البارامترز اللي عندك, انت ازاي تكريت اصلا شركه, وده يعني موضوع كبير. انت ازاي تشتغل على التيم, تحب الناس, تشتغل على الكواليفيكيشنز بتاعتهم والبرفورمنس بتاعهم كده يعني. انسو يعني فالتوكيو 10 years عشان تبدا مكانك بالظبط. هايل. في ناس تانية طبعا بدات من بدري, بس انا شايف دايما انت تاخد اكسبيرينس في مكان احسن بكتير من انت يعني تغلط على حساب الناس.
مفهوم. طيب نروح لميرو نسأل نفس السؤال، خلينا نرجع ورا خالص. بالظبط انا ديزاينر. اه بالظبط. ازاي بقى بدات؟ انا اول ما اتخرجت من الجامعه اشتغلت في مكتب كبير اسمه سي زد دبليو جي، واشتغلت قريب مع بيرس جوف، ده كان الاركيتكت، والصراحه اتعلمت منه كتير قوي. وبعد كده كان عندي طبعا زي ما عمر بيقول الحلم ان انا اعمل حاجه لوحدي. فرجعت مصر، كنت محظوظ الصراحه ان انا ابتديت في بروجكت على رينوفيشن بتاع فندق في اسوان اسمه فندق حابي. اللذيذ ان الفندق ده يعني احنا عملنا له الرينوفيشن بتاع الريسبشن بتاعه، والنهارده لسه اكشلي امبارح كنا قاعدين في ميتنج بنعمل له رينوفيشن بتاعه الرومز كلها دلوقتي. سو يعني ات واز تاتشنج فور مي ان انا ارجع لنفس نفس الخطوه الاولى. ابتديت لوحدي، ما كانش فيه غيري. انا فاكر حتى اول ميتنج قعدته كان هو كان خال صاحبي، كان هو صاحب الفندق دوت، وصاحبي كان متعين ان هو يبقى بيدير الفندق دوت، فكان عايز مساعدتي ان هو بيعملوا رينوفيشن للفندق ده. فقلت له طب انا عايز انا اديزاين الموضوع، فقال لي يعني الموضوع يبقى صعب شويه، انت لسه متخرج وما بقالكش سنه شغال. فقلت له طب قعدني يعني مع خالك وتعالى نشوف ممكن نعمل ايه. فاكر رحت له كان في مارينا، كان واقعد على البحر، طلعت قابلت الراجل. كان شخصية جميلة قوي الصراحة. مهم انا عملت له اوفر، قلت له انا let me design المكان دوت، مش عايز فلوس، خليني انت لو رحت اي مكتب هتدفع رقم كبير انا هعمله لك، ولو مش عاجبك ارميه في الزبالة. as simple as that يعني. و اه بالظبط عاجبك خلاص انا ما عنديش مشاكل، اعتبره مشروع في الجامعه. بس عملت البروجكت. فاكر حتى كنت بخش الموقع، كنت عندي 25 سنه ولا حاجه كده، كان الناس مستغربه ان هو ده الاستشاري. بس الشغلانه جابت الثانيه جابت الثالثه، و here we are today. عظيم عظيم. طيب فهنا يعني نقدر نقول ان both of you started differently اكيد، بس دايما كانت الفكره بتاعت لازم اخد اكسبيرينس، مش لازم اخد فلوس. It's all about experience. 100% exposure. 100% هايل. طيب لو نيجي النهارده ونتكلم، ايه اللي كان نفسي اعرفه باك زين، ولو كنت عرفته باك زين كان فرق معايا قوي؟ والله الحياة العملية مختلفة تماماً. I think it's very important ان انت تبقى مقنع in general. مقنع للي قدامك، ولازم تبقى قاري اللي قدامك هو محتاج ايه. انت ممكن تبقى انت شاطر قوي في حتة معينة، you're a very good designer، اللي قدامك مش فارق له قوي الديزاين قد مثلا فارق له البادجت. ده طبعا يعني قصة حياتنا. I think it's very important ان انت تبقى فاهم الشخص اللي انت قاعد معاه. مهم قوي 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 انك تشوف هو حابب ايه، هو بيفكر ازاي، هو عايز يوصل لايه، ايه الاند ريزلت بتاعه. ممكن تبقى هو انت في حاجات مضطر تتعلمها عشان تعرف توصل للي هو عايز يوصل له، مش اساسي اللي انت كويس فيه هو اللي هو محتاجه. فاعتقد دي كانت من الحاجات اللي ما اتقلتلناش واحنا في الاول، يعني ازاي تقرا الشخص اللي قدامك. وده ملوش علاقه بالعماره، يعني ده اي ثينك مهم انك تعرف تبقى تفهم عن الماركتنج وتفهم عن السيلز وتفهم ان at the end of the day it's all about personal relationships. هو ده الشغل في الاول وفي الاخر. يعني انا ممكن اكون ديزاينر شاطر قوي، بس اللي بيشتغل مش عايز يشتغل معايا عشان انا ما بيحبش يقعد معايا. as simple as that يعني. بس انت فمهم ان انت تبقوا قادر تخلق relationships مع الناس اللي انت شغال معاها مريحه بالنسبه لهم، ولازم تبقى مريحه بالنسبه لك انت كمان، ده اكيد. بس at the end of the day it's not just design, it's not just construction, it's bigger than that. Forget nazari, it's a relationship بالضبط that you create مع حد انت ما تعرفوش، وفي الاخر بيبقى الهدف واحد وانت تعرف تشاور. وده نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي في الاركتكتشر والكونستراكشن. ناس كتيره بتفصل الاثنين على طول، كنا متعودين. انا فاكر لما اتخرجت كان يقول لك الكونتراكتور ده هو عدو الاركتكت، والعكس كذلك. فلا ده مش حقيقي، وزي عمر هيز ان اركيتكت وبقى كونتراكتور، واتس يعني بالعكس. انت الكونتراكتور القوي
هو اللي بيقدر يأهل المشروع ان هو يتنفذ حتى لو الديزاينر على فكرة ضعيف سنة. يعني يقدر يغطي الحتة دي، يقدر يشوف اللي في دماغه اللي هو حتى قدر ما قدرش يحطه على لوح، يقدر يساعده ان هو يعمل كده هوت. فthat's very important. طيب هنروح برضو لعمر ونسأل نفس السؤال، ايه اللي انت لو كنت تعرفه قبل كده كان هيفرق معاك وكان يخليك تقطع شوط كبير قوي؟ بص، هو ميلي دايما الحاجة اللي احنا مش بنتعلمها خالص في الجامعة، المانجمنت. محدش خالص في الجامعة بيدي لأي حد مانجمنت خالص، ولا ماتيريالز، يعني الماتيريالز قليلة قوي اللي تتعلمها. دايما لازم تبقى تاخد كورسات مانجمنت عشان تبدأ تشتغل على نفسك وتعرف أصلا السيستم. حتى لو انت ديزاينر أو كونتراكتور، هو الشركات دي فيها ايه، يعني ايه الديبارتمنت اللي موجودة جواها. يعني انت وانت داخل، لو انت بتخرج دايما بتبقى فاهم ان انت هتطلع مهندس. المهندس ده هيشتغل في ايه؟ الله اعلم. انا هشتغل ديزاينر، هشتغل مقاول، مش عارف. طب انا هشتغل ديزاينر، طب انا هشتغل في ايه في الديزاين؟ هديزاين ولا انا كويس قوي في الوركينج والديزاين ديفلوبمنت هشتغل فيها، ولا انا هشتغل في الكواليتي كنترول، ولا انا هشتغل في الكوانتيتي سيرفي؟ يعني ايه اللي انا هشتغل فيه؟ ما حدش عارف. طب انا هشتغل كونتراكتور، هشتغل في اني فيلد، يعني في اني حاجه، والانواع كتير. وطب انا ممكن اشتغل اصلا في ريل استيت زي ما انت شغال، هل ايه اللي انا المفروض افهمه؟ طبعا انت في الاخر في الجامعه بتاخد يعني يا ديزاين يا وركينج يا ماتيريالز، قلت بت ماتيريالز مش كتير. انت لازم تدرس مانجمنت كويس، لازم تاخد كورسات تشتغل على نفسك كويس، لازم تبقى فاهم ان شغلانتك لو انت حتى هتشتغل كونستراكشن في تايم وكواليتي وبادجت، لازم تبقى انت فاهمهم اصلا عشان تقدر تحقق الريليشن اللي بينك وبين اي حد. حتى لو انت امبلوي مع الشركه، فانت لازم تبقى فاهم انت هتابديت نفسك ازاي وتشتغل على السكيلز بتاعتك. اكيد عندك ويكنس لازم تشتغل عليها. بس حلو جدا. طيب الحاجه اللي حضرتك وضحتها دلوقتي، فكره ان انت لازم تفهم ان العماره مش بس مجرد وركينج او ديزاين، لا هي سبيكترم اوسع بكتير. يعني هنا ممكن اكونتريبيو بس بالاكسبيرينس الصغيره اللي عندي في حته الريستيت. انا مثلا دلوقتي بقى لي في الريستيت حوالي 8 سنين اسايد من انك ستوديو على جنب. لا انا شغال ريستيت بس ماسك مشروع معين بقى لي فيه حوالي دلوقتي بقى لي في الريستيت في كذا شركه 8 سنين. ديت انا شفت فيها ان احنا ممكن انك ممكن تشتغل محامي بالاركتكتشر اللي مزبوط. هو جزء الكونتراكتنج سوري اسف كونتراكتس ديبارتمنت، بتعمل العقود وبتبص عليها ليجلي وبتبص عليها كذا. انت ممكن تشتغل في الجزء بتاع البادجيتنج الكوست وكذا، فانت كايند اوف محاسب. فانت لو انت عندك الاسترينث ده انت ممكن تعمله. فالسبيكتروم بتاع الاركتكتشر از هول هو كبير قوي ان هو يقدر ياكوموديت كذا كذا ديسيبلين. طيب ده كان الكونتريبيوشن الصغير. طيب خلينا هنا اسال سؤال قبل ما نبتدي احنا نجو في الفقره بتاعه البورتفوليو. لو انا سالتك على مشروع، المشروع ده بيمثل لك الحاجه، هو السؤال هيجي لكم اثنين تاجلز. السؤال ده بيمثل السؤال ده سوري المشروع ده بيمثل لك الحاجه اللي كانت تيرنينج بوينت انا في المشروع ده غير بعد المشروع ده، يعني قبل المشروع ده غير بعد المشروع ده. ده كان تيرنينج بوينت بالنسبه لي، ده حطيني في حته ممكن تكون حته مش شرط في الريفنيو، مش شرط في الاكسبوجر، ممكن تكون مايند سيت. فالمشروع ده المايند سيت بتاعي اختلف شويه. انا اعتقد ممكن تستغرب دي، يعني ان انا اول مشروع يعني واز تيرنينج بوينت كان اول مشروع فشلت فيه. اوكي ذات واز ا هيوج تيرنينج بوينت في حياتي. ده كان كنت بعمل بروجكت يعني هو الفشل جه بان احنا ما قدرناش نستوعب النيدز بتاعت الكلاينت. كنا بنعمل فيلا فاطميه هايت، الكلام ده مثلا من 6-7 سنين، و ما قدرناش نستوعب النيدز بتاعت الكلاينت. بمعنى فيرست اوف اول كان الكونتراكتور اللي كان شغال معانا ما كانش قادر يعني يستوعب فكرنا، كان الرندز بالنسبه له ما تتنفس. فالتكنيكال تيم بتاعنا ما كانش قوي انف ان هو يقدر يوري له الموضوع هيتعمل ازاي. It was a very beautiful design. The client was very happy with it. لما دخلنا في الواقع
لقينا ان في حاجات كتيره ممكن ما نقدرش ننفذها. دي كانت تيرنينج بوينت كبيره قوي في حياتي. لقينا ازاي تنزل ارض الواقع، تعرف ان انت شغال فين، مهم قوي الناس اللي انت شغال معاها هل هي قادره ان هي تنفذ حاجه زي كده، هل اللي انت بتصممه ده عندك الفل تكنيكاليتيز ازاي تنفذ. وهو ده جانب بقى اللي بتكلم فيه في الريليشن شيب، تعرف ان انت اي حاجه يعني I don't want to limit the creativity بتاعت الناس، بس at the end of the day لما تديزاين حاجه you should design definitely something new، بس ازاي تتنفذ دي مذاكره مهمه قوي لازم تتعامل، وتتعامل مع construction company قويه. واعتقد دي عامه بتبقى يعني جزء فن قوي مش شغلانه، يعني ده موضوع لذيذ جدا وبتكتشفه بقى بعدين طبعا، بس في بدايه حياتك بتبقى متهور I guess. فالتيرنينج بوينت بالنسبه لي كان ان انا اعرف اهميه كل ديسيبلين في اللي احنا بنعمله، فروم ديزاين تو تكنيكال تو بروكيورمنت. بروكيورمنت مهم جدا، انا ممكن تقعد توصف ماتيريالز مش موجوده النهارده في الوقت الحالي اللي احنا فيه، المواني مقفوله، ما تعرفش عندنا مشاريع واقفه لحاجات كتير قوي كنا جايبينها من بره واقفه في المينا. فمهم قوي انك تاخد بالك من الظروف اللي حواليك وتعرف انت بتشتغل بايه وليه وازاي ده ممكن يفكت البروجكت. لازم يعني على طول بقول للتيم بتاعي بقول له ابتدي شوف المشكله ممكن تيجي منين من قبل ما تلبسها. مهم قوي تبقى اوير الموضوع ده ممكن يجي لي فيه مشكله، ابتدي احلها من قبل ما اخشها. This is so important. وده بتتعلمه بعد غلطه في الثانيه في الثالثه، بتبقى تيرنينج بوينت ان انت تبتدي ازاي تتفادى الغلطات دي. بص، في السنتين اللي انا اشتغلت فيهم لوحدي اتعلمت فيهم الفشل طبعا. يلا بقى. اه طبعا يعني اتعلمت فيهم فشل جدا، يعني اتعلمت فيهم ان انا في الاخر قعدت احاول لقيت نفسي لا فشل مش طبيعي، قعدت فتره ما بشتغلش اصلا، يعني جت عليا فترات ما فيش شغل خالص. هنا زي ما يقولوا كده عارف انت كسرت مناخيرك، يعني عادي انت هتروح تشتغل عادي تاني بعد ما انت كنت عامل بيزنس، فروحت اشتغلت في مكان. ده كان تيرنينج بوينت بالنسبه لي ان انا اخد اكسبيرينس تاني واشتغل في مكان كان صعب بس سهل. قعدت اشتغلت فتره كبيره، بعد كده خلاص كونت الشركه، تعرفت الشركه لحد ما جالنا مشروع رخم جدا. احنا كنا شغالين في تاوت بسكيل معين، لحد ما جالنا سكيل 5000 متر اوفيس بيلدينج كبير جدا بتاع شركه مقاولات اصلا. تمام، ثم شركه مقاولات بيشتغلوا على كباري ومواني يعني وحاجات كده، يعني هما ما بيشطبوش، يعني ما عندهمش فكره التشطيب دي مش موجوده يعني. فاحنا هنشتغل معاهم، هنعمل لهم البيلدينج بتاعهم. فكلنا احنا والتيم كله اتبهدلنا في المشروع تماما، طلعنا مشروع كويس قوي وتمام، بس ان انت تشتغل وانت كنت لسه في المانجمنت صغير، تشتغل على سكيل صغير، تشتغل بقى مع سكيل بقى الناس اللي هم البروفيشنال، فتشتغل بقى مع اقسام، يعني تشتغل بقى مع كيو سي وكيو اس وتكنيكال ومانجمنت بقى كامله بقى، من هم يعني هم كشركه مانجمنت هم اشتغلوا على سكيل مشاريع بمليارات، فتشتغل في مشروع بالنسبه لهم ولا حاجه. فبهدلونا خالص يعني كاستلامات وورقيات، ما ابتدينا على حس المشروع ده يبقى عندنا تيرنينج بوينت ان احنا نبدا نكرييت شركه بسكيل تاني، نتعلم منهم ازاي نشتغل معاهم ومع غيرهم. ومن هنا بقى بقينا خلاص نعرف نشتغل مع شركات تانيه اكبر منهم عادي. ده كان الاول، انت بتفشل هنا وتحقق حاجه، بعد كده تدخل مشروع تاني اصعب بكتير فتفشل فيه تماما، بس بتطلع في الاخر انت كسبت مش خسران. مش كل الناس بتفهم كده، يعني الناس بتفهم ان انت خلاص دخلت ما خسرت، لا انت ما خسرتش. طول ما انت حد بيعلمك حاجه حتى لو انت اتأذيت في الموضوع يعني خسرت فيه مثلا، لا انت بتعلم حاجه تانية، بتبني حاجه اكبر. اتليست اتعلمت انك مش تغلط غلطه تاني. طبعا ودلوقتي بنغلطها دلوقتي بتكلم على سكيل اكبر. حقيقي سعدت بوجودكم الفتره الصغيره قوي دي، جدا جدا اتشرفت جدا بيكم. طيب انا هسيب الفلور لعمر تبتدي مع البورتفوليو زين ميرو. اوكي يعني احنا هنشغل شويه كده مشاريع اللي هي ايه. حاضر حاضر حاضر. حاول نتكلم عن نفسك.
ممكن بس المايك عشان باتري. هو ده كان المشروع بالمناسبة اللي هو كان تيرنينج بوينت بالنسبة لنا كشركة يعني. المشروع ده اللي هو كان 5000 متر بتاع شركة مقاولات كبيرة جدا. ده اللي احنا اتعلمنا فيه جامد اللي احنا ازاي نكوب مع السيستمز. كان عندنا بقى تشالنج، احنا بنشتغل مع ديزاينرز كتير قوي في مصر، منهم ديزاين افنيو، انا بحب شغله جدا معاهم صراحه. كنا عاملين معاهم الشوروم بتاع شركه كاسل ديفلوبمنت. هو المشروع كله كان فيه حاجات كلها يعني اشكال كلها مش عدله. كلنا بقى بنشتغل احنا نعمل شاسيه الحديد عشان نحقق الكتله دي، وازاي نجلدها بالرخام بالطريقه دي. ده بقى المشروع. عندنا سفينه اصلا هنا، الحته بتاعت السبيس بتاع الاكل. ده مكتب مهندس احمد حسين من اشهر الديزاينرز الموجودين في مصر، وده كان هو بينقل من مكتبه القديم لمكتبه الجديد، وكان من اكتر مشاريع اللكجري اللي احنا عملناها، وكان مليان تفاصيل كتيره جدا. احنا بقى بنشتغل مشاريع مالتي ناشونال كتير. فده كان مطعم بول بتاع اوبن اير مول. الشغل مع الفرنساويين اصلا مش سهل طبعا، بس الحمد لله احنا بنعرف نطلع لهم الكواليتي اللي هم محتاجينها. وده كان محل كاف بتاع الكوفي، وكان اول مره يفتح في مصر، فاتح 5A. الديزاين بتاعه برضه جاي من بره، بس في ديزاينر في مصر بيشتغل على ايدنتيتي. من اكتر المشاريع المحببه الى قلبي الصراحه. احنا عملنا 3 مشاريع منهم، 3 احلى من بعض. FMB بنشتغل مع ستاربكس. ده توماس في اوبن اير مول، محل لكجري جدا، مليان ماتيريالز من ستانلس ستيل، كوتنج بي في دي، الماربل بانواع كتير جدا. بول ده كان انوفيشن بتاع داون تاون، وده كان تشالنجنج جدا، كان في 90 يوم، وكان احنا لازم نكسر المحل كله، نجيبه على الارض ونعمله من اول وجديد في 90 يوم. كان الموضوع صعب جدا مش سهل. ده محل اريكا، كان اول مره اريكا يعملوا محل ديزاين افني برضو. شغلهم صعب جدا مش سهل، بس احنا ككونتراكتور زي نبدا نشتغل على التفاصيل اللي فيها عشان نحققه. يوجو بوس كان اول مره يفتح في مصر. اتفضل يا فندم. ده موضوع صعب. ده صعب قوي. وفيليب بلاي كان اول مره يفتح في مصر. دي بروجكت ريزيدنشال اللي احنا عملناها. دي برضه الرخام اللي هناك في البيت ده كله متعلق على الحيطه بفيكسيشن صعب، اللي انت يعني بتعمل حاجه اسمها بتنجانه عشان تعلق اصلا الرخام ده عشان نطلع التماثيل دي. بس حلو قوي كده.
ايه بقى بيشتغل ازاي ده؟ طيب انا متعود صراحه اوري البورتفوليو انا واقف. ده كان سايز بورتفوليو فيه شويه من مشاريعنا. نبتدي بمشاريع اركيتكتشر. ده مشروع شولان سوما باي، في شولان في الجونه فتحوا في سوما باي بروجكت بتاعهم. اتس كومبلكس على مساحه 80,000 متر. طبعا يعني من حاجات بقى كنت بكلمكم عليها اللي هي بتبقى بتقابلنا كمشاكل، يعني النهارده لما جينا نبادجت المشروع دوت كان ليه بادجت، البول كان بادجت كان لما جه سعرناه كان عامل حوالي 60 مليون جنيه. لما الدولار نط من 3 اشهر من 15 ل 30، ال 60 دول بقوا 120 مليون. فده مجرد انك تعمل حمام سباحه، ف اتس ا ريلي بيج بادجت. فكان لازم يرجعوا لنا تاني نشوف ممكن نعمل ايه. فابتدينا نلعب بالمناسيب، خلينا ان الغويط الحته اللي هتبقى فيها غويط اقل بكتير عشان نقلل الدنسيتي اوف ووتر وذين سبيس، فنقدر نسيب الكوست نقرب من الرقم اللي هو الانيشال كوست بتاعه اللي هو باع على اساسه، اللي هو من غيره هيخسر المشروع. فاجان احنا دورنا بيبقى مع المالك ان احنا بنحاول البروجكت بتاعه ان احنا نكونسوم، انه نتاكد ان هو الراجل هينجح. احنا دورنا ان احنا ننجح الكلاينت بتاعنا. ده يونايتد كرييشنز، دول شركه بتعمل ملابس في الاردن. ده اتس بزنس كومبلكس بتاعهم، بيشتغلوا مع براندز كبيره قوي في امريكا زي كوسكو. وبلاي ذا لوت بقى مع الفيجيتيشن، استخدمنا الماتيريالز اللي هي اوريدي سستينبل في الاردن، ما كناش عايزين نطلع بره الحاجات اللي هم اوريدي بيستخدموها. ده الباين كريشنز، ده بتاع ابركرومبي اند فيتش، ده المشروع اللي كنت بقول لكم عليه في دبي. دي اللوفرز اللي استخدمناها، اتس ا جرين بيلدينج سيلف جنريتد سستينبل. مشروع طبعا كانت بقى الارض 4000 متر، فالبروجكت كان سبان بتاعه طويل قوي. ده ميكا لاكس، ده كسب التريزيني اوورد، الاوورد بتاع نورمان فوستر لبست بابليك بيلدينج ان ذا وورلد. كان ذا ايديا از، ده برضو از ا جارمنت مانيفاكتشر، فالكونسبت كان مبني على القماش والفلو اوف القماش، وكان معظم العاملين في المبنى دوت ستات. فحبينا انهانس ذا ايديا اوف الومن ان جنرال. فجبنا كان بارت برضه اوف ذا ديل تو هاف ا هيوج ستاتشو اوف ا وومن وعليها ا كلوث وشيز سندينج ذا كلوث اول اوفر ذا وورلد. ذات واز ذا ايديا اند ذا كونسبت بيهايند ذيس بيلدينج. ده اوغستا ريزيدنس، ده كان يوجوالي يو هاف ا لوت اوف بيبل بيحطوا شجر جوه المبنى. ده كان ون اوف ذا هيوج اكشلي تشالنجز ان ذيس بيلدينج از هافينج ا تري طالع من الدور الاول للدور اللي فوق. يوجوالي اتس فروم ذا جراوند. طبعا عشان ده يحصل انت طبعا متخيل ايه اللي ممكن يحصل بقى ان تيرمز اوف كونستراكشن. وهو ده اللعبه اللي كنت بقول لكم عليها في الاول، ان احنا وي هاف تو سيت داون وذ كونتراكتورز. وكان الفكره بسيطه ان احنا نحط شجره من الدور الاول تطلع مش من الارض، كان فيها كميه موالات ازاي نقدر نخلي السلاب تستحمل، وازاي الروتس بتاعت الشجره دي نعرف الماكسيمم جروث بتاعها عشان ما تقطعش في السلاب، ان الروتس قويه جدا ممكن تعدي السلاب ايزلي. ما بقاش هنا الا ده اهو. سي فولف ريزيدنس، ده في 6 اكتوبر. ده بيتش هاوس. تيجي نخش على الانتيريور.
انا اي بيرسونلي اجان هتشوفها في معظم الديزاينز بتاعتنا ان احنا وي ار فيري اوير اوف ان ازاي النظر ما يتكسرش. ف this is one of the ideas we play with a lot. We always try to create spaces that you can easily see through. The project for Seashell. That's London. Then I bet it's the Capital Business Park. Perhaps was that Walk of Cairo. ده اللي تشيسيش اللي كنت بتكلم عليه. لو تشوفوا الباك فساد انت شايفين اللي بيحصل ورا في الكباين. ف the idea is was to see through this من غير ما obstruct the views. وهو دوت الشاند اللي كنت بقول لكم عليه اللي هي it's imitating the water. والاعداد دي هي دي بقى اللي جواها الرمله. يعني انت قاعد رجلك جوه الرمله. دول دماسك بتوع فابريكس في مصر. ده الانتير بتاع الباين كريشنز اللي في دبي. وده مكتبنا. دي outdoor meeting room ودي indoor meeting room بتاعتنا. House Babylon Duff London. وده مشروع في اعمار Eternal Healthcare. ده في ميفيدا. It's a medical center. بس كده. Thank you.